شنت إسرائيل سلسلة من الضربات مستهدفة أفرع مؤسسة القرض الحسن الخيرية التابعة لحزب الله، والتي اتهمتها بأنها طريقة لتمويل الحزب من قبل إيران. بلغ عدد الغارات وفقا لمراسلة العربية أكثر من 13 غارة، بعضها كان على مقربة من مطار رفيق الحرير الدولي، فيما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على أهداف عدة في البقاع والجنوب اللبناني. شباب، هذا مبنى قرض الحسن اللي على البركات، كله نزل ماشي، كله هيا لايك. وهاي البناية كمان لحد كل شباب، هذا مبنى قرض الحسن. الثاني في الثاني، ها؟ بعد يقرب، بعد في الثاني أكيد.